بناء على المستجدات والمعطيات التي تتم دراستها بشكل دوري وبحسب توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا كوفيد-19 واستنادا إلى مباشرة تنفيذ ما تم الإعلان عنه سابقا، أصدر سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان تعميما إداريا باستئناف أنشطة الرعاية في دور الحضانات المرخصة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ابتداء من يوم غد الأحد، وذلك لأولياء الأمور الذين يرغبون إحضار أطفالهم إلى دار الحضانة مع ضرورة الالتزام والتقيد بالتوجيهات والضوابط.